بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم حبايبي. النهارده زي ما اتفقت معاكم انا قلت لكم ان انا هصور لكم البوتاجاز بتاعي، علشان بقالي فتره طويله ما غسلتوش. شوفوا هو عامل ازاي دلوقتي، يعني هو دلوقتي شوفوا انا بقالي حوالي دلوقتي تقريبا شهرين، يعني كنت بمسحه بس من فوق كده وما كنتش فاضيه ان انا حتى اعمله او اعمل في اي حاجه. والشكل بتاعه اهو، شايفين الازاز بتاعه عامل ازاي؟ والجناب بتاعته برضو شايفين عامله ازاي؟ وطبعا شوفوا تحت منه، بقالي زمان انا اصلا يعني ما عملتش تحتيه اي حاجه ولا حركته من مكانه. وطبعا السيراميك كله زي ما انتم شايفين كده، شايفين؟ ادي منظر البوتاجاز، طبعا شايفين العيون بتاعته عامله ازاي والمفاتيح بتاعته. طبعا يا حبايبي انا هنضفه وباذن الله تتفرجوا على الفيديو ويا رب يعجبكم. اهو حبايبي بعد ما خلصت البوتاجاز بقى نضيف اهو، ما عادش فيه عليه اي حاجه. وهنا اهو طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو، بقى زي الفل، ما عادش فيه اي حاجه خالص، ما فيش الا الازاز بس اللي هو الداخلي دوت. انا ما عرفتش اشيله بصراحه، ما كانش بيتفك معايا، لو كان اتفك كان كنت طلعت اللي هي الصفار اللي هو بالطول دوت، الخطين دولت كنت شلتهم، بس طبعا مش عارفه اشيلهم. اللي نظفته طبعا نظفته بلايت وملح وكلور. طبعا انتم مستغربين انا بقول لكم ملح، ايوه انا بنضفه بالملح. الملح بيشيل كتير قوي من على البوتاجاز، غير الكربونات وغير اي حاجه تانية انت بتستعمليها. طبعا مع اللايت انت اول حاجه بترش البوتاجاز الاماكن اللي هي الغامقه فيه او الاماكن اللي عليها الاماكن اللي هي عليها، وبعد كده بتقومي ماسكه بسلك الالومنيوم وتقومي دعكه البوتاجاز كله. وانت بتدعكي، قبل ما تدعكي المكان اللي انت هتدعكي فيه، كب عليه شويه ملح وحط عليه شويه كلور. طبعا كل دوت مع اللايت، كل دوت مع اللايت هينضف لك البوتاجاز ويخلي لك البوتاجاز زي الفل. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اكون انا كده خلصت البوتاجاز، زي ما انتم شايفين كده اهو بقى زي الفل اهو. نضف وما عادش على اي حاجه، وكمان السيراميك بتاع المطبخ عملته خلصته كمان اهو. والحته اللي انا كنت وريتها لكم اهي الارض، وهنا اهو زي ما انتم شايفين كده جنب البوتاجاز اللي انا وريته لكم في البدايه اهو، شايفين بقى عامل ازاي. والجنب التاني كمان انا هوريه لكم. اهو الازاز بتاع الفرن اهو، والعيون بتاعته شايفه بقت عامل ازاي بكل